السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نصمم بروسيسور، امبيدد بروسيسور، استخدام دوكيومنتيشن، اليوزر دوكيومنتيشن 940 امبيدد ديزاين. طبعا هذا الدوكيومنتيشن موجود في موقع شركة اكزاينكس، تقدرون تطلعون على الدوكيومنتيشنز اللي بالموقع الرسمي من الشركة. طبعا بمجرد نحن ما نصمم هذا البروسيسر ممكن انت تسوي عليه اي ابليكيشنز انت تقدر تريد تسويها، اي ابليكيشن تريد تسويه. مجرد ما تصمم هذا البروسيسر انت راح تقدر تسوي عليه اللي تريده، يعني تقدر تسوي مثلا ايميج كذا، اختلاف الانواع. احنا حاليا راح نصمم، من خلال هذا التوتوريال راح نصمم كيفيه، راح نشوف كيفيه تصميم البروسيسور. راح ندخل الى الدوكيومنتيشن. بالمناسبه هنا يقول لك انه عندك يعني خلينا نقول النسخه او الفيرجن اللي راح نستخدمه بالفيديو هو 2018.2 او 2018.1. على هاي النسختين انت لازم يعني ريفيجن هيستوري، مهم جدا انه انت تعرف على اي نسخه هذا التوتوريال او البروسيسور مالك يشتغل. احنا راح نفوت داخل الى التوتوريال، راح نشوف كيف ممكن نبدا. اول شيء كيف راح نسوي بروسيسور ديزاين بيلدينج زينك 7000 ديزاين. اوكي راح نفوت ندخل الى الفيفادو 2018.2 ما يفتح الفيفادو. امشي على الخطوات خطوة بخطوة. الفيفادو هسه في طور ان يفتح، وانا التأخير ما مني، يعني هو البرنامج ثقيل جدا، برنامج هائل. فيفادو لما يفتح احنا راح نصمم زينك، راح نصمم زينك بروسيسور يوزينج فيفادو. فيفادو ده يفتح 2018.2. طبعا طلع عندنا نسختين يعني ديستموتين، فراح اشيل هذه اقول اوكي. راح تطلع لنا شاشة الفيفادو مثل ما تشوفون قدامكم، شاشة الفيفادو. الان راح اول شيء كويك ستارت من خلال كرييت بروجكت، راح نسوي كرييت بروجكت، وراح نسمي هذا البروجكت الشغلة اللي احنا نريده، راح نسمي هذا البروجكت الشغله اللي احنا نريده. فندخل كرييت بروجكت، نسوي نيو بروجكت يعني، ونسميه زينك ابروس. راح نسوي كرييت سب دايركتوري، و المكان اللي انت تخلي بيه البروجكت يعني افضل انه تسوي خلينا نقول فد فايل. هذا الفايل راح نخليه مثلا داخل الاي، نسوي والله نخليه خلال هذا الفايل جامب وكذا، مو مشكلة خليه بنفس مكانه، مو مشكلة خليه بال HP نفس مكانه. صب دايركتوري و next، اطلع لنا هذه RTL project next، وكله اتأكد من simulator language mixed و VHDL. احنا نستخدم VHDL اكثر شيء، وهنا simulation خلينا نسويها mixed. ف next
ونكست هذه الشاشة أيضا، ونروح على البورت. طبعا البورد اليمي هو 702 أو 720 بورد، هذا الزينك 720 بورد، فنختار هذا لأن هذا هو المتوفر انت حسب البورد اللي عندك، وفينش. هسه حاليا راح نسوي بروجكت كامل، سوينا كل هاي الخطوات، سوينا بروجكت كامل بشكل صحيح عن الزينك. هسه راح يطلع لنا الشاشة التالية، طلع لنا هذه الشاشة، راح نسوي كرييت بلوك ديزاين. طبعا هو سوينا البروجكت، سمى البروجكت زينك بروس مثل ما اني ردت، راح نسوي كرييت بلوك ديزاين، راح نسميه زينك ديزاين 1، الاسم طبعا بكيفك، ديزاين 1 ولوكال تو ذا بروجكت وديزاين سورس، عبارة عن ديزاين سورس، ونسوي نيكست حتى يطلع لنا البلوك ديزاين. طبعا هنا سماه زينك ديزاين 1 ايضا، اندرسكورس، استخدم اندرسكورس حتى ما يصير عندك اي تشابه بالاسماء. في حد هنا راح نصل، وين وصل؟ طلعت لنا هاي الشاشة البيضاء. بعد ما طلعنا هاي الشاشة البيضاء اني اقدر افتح اعاد الاي بيات اللي انا اريده او الكرات اللي انا اريده. عندك هاي الإشارة هي إضافة الـ IP اللي تريده. هسه حالياً إحنا راح نصمم كإمبيدد وليس راح نصمم عن طريق الـ VHD مثل ما حكينا. فدائماً تختار البلوك ديزاين، كرييت بلوك ديزاين، وتدخل إلى هذه الشاشة البيضة حتى تستدعي الديزاين اللي أنت تريده. فأول شيء يقول لك Zinc Processing System IP، راح تأخذ الـ Processing System، Zinc Processing System اللي هو هذا الـ IP، راح نسحبه سحب طبعا، راح اضيفه and press enter. فهنا هسه اشرح يقول لي بعده run block automation، run block automation، فعلنا block automation هياني نسوي run block automation، راح يطلع لي هذه الاختيارات اللي نشوفها حسب ما يقول، ويقول كلها اسويها disable، ensure that cross toggle and cross toggle out in disable، هاي كلها disable، قول له اوكي toggle in toggle out. فراح يسوي بعض التعديلات هو على هذا البلوك بما يتلائم مع الديزاين مثل ما تشوفون DDR وفيكست input output طلع يمنا. هسه شو نسوي؟ هسه يقول ايضا ضيف IP اللي هو AXIGPIO وXIB RAM controller، GPIO و B RAM controller. فراح نسوي كليك يمين و add IP AXIO GPIO، خلينا نقول GPIO هذا AXIGPIO و B، راح ناخذ ايضا كليك يمين و add IP B RAM controller AXIB RAM controller. طبعا راح ناخذ الكنترولر، هنا راح يصير عندنا general purpose input output و input output و processing system و RAM، هو هذا تصميم الـ embedded processor اللي عندنا. مثل ما تشوفون طلعت ظهرت امامنا هذه الامور كلها اللي تشوفوها. هسه شو نسوي؟ يقول run connection automation وخلي عليها كلها صح، run connection automation وخلي عليها كلها صح حتى تظهر عندنا اللي احنا نريده، بحيث احنا نتأكد انه كلها اوتو. ف run connection automation راح اخلي صح عليها كلها مثل ما شايفين انتو قدامكم. ف كلها اوتو، وفقط الجي بي اي او راح اتاكد انه هي ال اي دي، راح ندوس على الجي بي اي او، هاي ال اي دي 4 بتس، ال اي دي 4 بتس مثل ما بنشوف.
بس ما ليش شوف، و اي اكس اي او كلها اوتو، يعني تأكد اس اكس اي او كلها اوتو ما في مشكلة. ف هسه بعدها راح نقول اوكي، من راح نقول اوكي المفروض يطلع لنا هذه الارتباطات اللي تشوفوها امامكم. فمثل ما تشوفون سوى الكونكشنز مثل ما هو يريده، طبعا سوينا بجي بي اي او بروجرام، سوينا مثل البريدج، بريدج ريسيت و بريدج ريسيت الشكل هاي بروسيسور سيستم ريسيت، وهذا انتر كونكت، وهذا جي بي اي او بي رام كنترول، وسوينا جنريتر ايضا، لان بي رام كنترول لازم لابد انه هو جنريتر يسيطر عليه. ف تم كل شيء حسب ما هو مطلوب. هسه نروح على الادرس اديتر اوف بروسيسنج سيستم الخطوه السابعه، ونغير 64 كيلو. شوف فيجر 16 ادرس اديتر بالبروسيسنج سيستم، على الادرس اديتر بروسيسنج سيستم الداتا هذه، ونغير هذه البي رام كنترول مثل ما تشوفون الى بي رام كنترول الى 64 كيلو. 64 كيلو هاي قدام، وبعد ريجنريت لاي اوت، بعدها نرجع ريجنريت لاي اوت اللي هي هذه ريجنريت لاي اوت. هسه صار عندنا يعني خلينا نقول رتبها، رتب الديزاين اللي عندنا. هسه ديبوجينج ذا بلوك ديزاين، إذا سوي ديبوك لازم أشر على الشغلة اللي أسويها ديبوك، خلي لها علامة خط. طبعا أشر لي على هذه الـ MIXO بين الـ GPO SXI و M not A not SXIO إيه هذا راح أسوي لك كليك يمين وديبوك حتى يطلع لي بهذه الشكل اللي هو يطلع لي هذا علامة العلامة الخضراء. العلامة الخضراء اللي تشوفوها هي اشرت على الكونكشن، سويت عليه كليك يمين والعلامة الخضراء اللي تشوفوها وتم الاتصال. هسه سوي ران كونكشن وداتا اند تريجر كلها الشاشة مالتها، نسوي ران كونكشن الشاشة مالتها كلها داتا اند تريجر data and trigger system layer سوينا auto system layer طبعا اللي هو الى هو integrated logic analyzer اللي هو يستخدموه كثير في الديبوك، ونقول له اوكي مثل ما نشوف. بعد ما راح نقول له اوكي راح يولد لي السيستم layer. طبعا نون كونكشن و كل هذا يتولد. هسه حتى نشيك الديزاين هل هو صحيح ام لا، نروح على تولز و فاليديت ديزاين، نسوي له فاليديت ديزاين حتى يظهر عندنا هل هو تم. تولز و فاليديت ديزاين هذه حتى يسوون عملية validation للديزاين مثل ما يقول. validation successful no errors or critical warnings. هسه نسوي له save. الان جنريت اتش دي ال فايل، يشوفون خطوه الجنريت اتش دي ال فايل. ف منين راح اسوي جنريت؟ اذا سورس ويندو اوف برودكت ذس جنريت سورس فايل، يو كان كليك جنريت بلوك ديزاين اند فلو تو جنريت اوتبوت برودكت.
يعني نروح داخل الديزاين نقول output of context per وكليك generate هسوي generate هنظهر هذه الشاشة وهنروح على ال زين ديزاين حسب الشاشة يقول generate output product اللي هي source كليك يمين و generate output product فليقول كل هذه هنقول له ايه نعم generate هاي بعد ما سويت له generate مش اوت اوف انتك كونتكست سوينا هاي كلها بعدها نروح كريت كليك على الديزاين ونقول كرييت اتش دي ال رابر حتى وليت فيفادو حتى يكمل الديزاين طلع لي في اتش دي ال فيفادو بس راح يسوي مانج اوتبوت برودكت اول شيء راح يسوي البرودكت بشكل كامل وبعدها شوي يطول ما يجي output product بس بالأخير راح يطلع رسالة طبعا هاي الخطوة اللي هي الخطوة الخامسة بعد ما نطلع ال VHDL هسه راح نطلع ال VHDL بعد ما يخلص كليك يمين على نفس السورس نسوي له HDL نسوي له HDL رابر راح نقول اوكي بعده راح كليك يمين و كرييت اتش دي ال رابر ونقول له فيفادو ابديت سوي الابديت و سوي ابديت عليها لازم تطلع لنا هذه العلامة اللي علامة ال VHDL هاي علامة ال VHDL ستركتشر هذا ال VHDL ندوس عليه دوستين هنا بالديزاين سورس بالسورس انتبه ديزاين سورس طلع لنا ال VHDL كود الخاصة عن 94 سطر هاي كلها الكود الخاصة بال VHDL هسه هاي كملناها لحد هنا هنا باد ستيب يقول لك امبلمنت ديزاين اند جنريت بيت ستريم هذه عمليه الجنريت طبعا ران سكسسفولي هنا انطاني اشاره ران سكسسفولي كومبليت هاي بالنسبه للجنريت بيت ستريم عندك هنا جنريت بيت ستريم هاي درس البيت ستريم حتى شنو حتى نكمل generate bitstream yes okay سوينا البيتستريم حتى يكمل الديزاين مالتنا وبعد generate bitstream راح يطلع لنا المفروض هاي الشاشه bitstream successfully complete successfully complete هنا هنا اذا تلاحظون بالزاويه اليمنى اليمنى العليا running multiple blocks هاي لازم تخلص حتى يكمل البيت ستريم
شكل كامل لازم تخلص. طبعا راح يطلع لنا المفروض هاي الشاشة، بعدها نقدر نقول open implemented design، طلع لنا الديزاين اللي احنا سويناه. بي اتش دي ال مش قادر نطول على ما نكتبها، بينما بالنسبة للاي بي كور حللنا اياها المشكلة. اي بي كورز هي عندك بروسيسنج سيستم، وعندك جي بي اي او، عندك كنترولر، وكلها بعدها هو اللي صممها وجابها، سوينا ديباج للجي بي اي او. فكلها بشكل بسيط جدا طلعنا البي اتش دي ال فايل اللي هو هذا ليش جي الفايل. تقريبا هسه كامل هذا الدايجرام، شوف وين وصل. والله هي طول البيت ستريم، يطول مسوي البيت ستريم يطول. المهم الفكرة اللي انت استنتجتها هنا لحد ما يطلع البيت ستريم، هنا قدرنا نصمم البيت بروسيسور، يوزنج فيفادو هاردوير زينك هاردوير سيستم، يوزنج فيفادو. بعد ليرنينج بلوك هاي تتوقف على سرعة الكمبيوتر اللي عندك، هاي السيجنالز اللي هي كلوك دومين مالتنا، والبورد السويتش استخدمنا الليدات فقط. هذه كلها هاي راح يصير عليها تشيك اب. كونسل ما نقدر نتحرك اذا ما هذه الاشاره هنا تكمل، يقول لك ريدي. حاليا هو سنسيسايد عيسوي على عدة عمليات حتى يسوي بيت ستريم، ضمنها سنسيسايد و بليس اند راوت و كومبوننت انيشاليزيشن ديزاين
Running OV3 design. إشارات بعد ما خلصت. بعد أكمل بيت ستريم. ستريم زين تخيل كيف ما احنا راح نصمم باستخدام ال VHDL وحده. القدر نراد ان حتى نصمم بروسيسور هذا انه وقت طويل استيعاب كل جزء من الكود. كل جزء من الكود يراد الاستيعاب. عندنا in و out. انا نعم ما يكمل. احنا مثل ما قلنا نفذنا هذه الخطوات خطوة خطوة. اول شيء سوينا بلوك ديزاين سمينا او بروجكت العفو سمينا زينك. بعدين بعد ما سوينا بروجكت سوينا بلوك ديزاين كرييت بلوك ديزاين زينك بروسيسنج سيستمز. استخدمنا اي بي كور و تقدروا تشوفون الخطوات ماشيين عليها خطوة خطوة الى ان ما حد ما وصلنا الى هذا الديزاين الكامل اللي تشوفوه امامكم. كل هاي كملت. سوينا 64 كيلو بي رام كنترولر وريجنريشن ريجنريت لاي اوت هو عملية ترتيب الديزاين وعملية الديبك. خلينا هاي العلامة الخضراء هذه هي راح تستخدم للديبك. من راح تسوي علامة الخضراء راح تطلع لك الى هاي الى اللي انتجريتد لوجيك اناليسيس اللي هي راح تكون عملية الديبك. طبعا هاي بعد لها فائدة كبيرة. هذا بعدين راح جنريت اتش دي ال ديزاين. طبعا قبل جنريت اتش دي ال ديزاين بدي جنريت اوتبوت برودكت. سوينا الديزاين مالتنا. بعد ما سوى جنريت سوينا كرييت اتش دي ال رابر. كليك يمين على الديزاين و كرييت اتش دي ال رابر. كل هاي الخطوات كلتها بشكل سهل ظهرت. وبعدها جنريت بيت ستريم مباشرة للديزاين. جنريت بيت ستريم حتى المفروض تطلع لنا هسه هالشاشة اللي كملنا نكمل من خلالها الديزاين انه هو كمل الهاردوير كمل البيت ستريم. ممكن يفتح لنا هاردوير او الديزاين اللي صار. طبعا رانينج بيت ستريم اعتقد هاي العملية الاخيرة اللي صارت. العملية الأخيرة طبعا راح ناخذها في سيمينار آخر أو توتوريال آخر اللي هي export hardware to SDK اللي هي الهاردوير اللي عندنا. كيف راح ننفذ هسه تكملنا البروسيسور اللي هو الزينك كيف راح ننفذ عليه كود سي. إذا راح يمكنك الـ FPGA أو البورد زينك بورد إنه أنت تصنع بروسيسور ومن خلال هذا البروسيسور مكمل أنت تنفذ سي على الحاسبة أو تنفذ على البروسيسور مالك. البروسيسور الموجود على FPGA انت تنفذه بالطريقة اللي انت تريده تسوي عليه الابليكيشن انت تريده. فالخطوة الاخيرة مع الـ SDK export hardware to SDK هاي ان شاء الله لما نجيب الكيت اللي هو 702
وأشوفكم الكتف وكيفية التنفيذ عليه. أي طبعا كل هذه بعد ما يجيب الكت تظهر أمامنا الأناليسيس اللي تشوفوها. هذا موقف ليس، هذا موضوع آخر. المهم نحن هسه لازم تظهر لنا هذه الشاشة. طبعا مثل ما تشوفون ظهرت بت ستيم جنريشن كومبليت، و ما هنا نقدر نقول له اوكي، راح يطلع لنا النت ليست او راح يطلع لنا ديزاين مالنا ايش قد اخذ من ال من ال ما راح يطول، ما زال جنريت بت ستريم كمل، ما راح يطول كثير مثل ما كمل هذاك. مثل ما تشوفون طلعنا الديزاين السمنة. طبعا هنا طلعنا تقرير قال السيت اب، عم يسوي سيت اب الديزاين 7.9 نانو سكند، يسوي هولد 0.02 نانو سكند، والبالس ويدث 8.7 نانو سكند. هذا ديزاين سمري، تايمينج سمري. طبعا الديزاين مالتنا خلينا ناخذ لنا زوم. هذه مقدار ما استهلكنا من الديزاين مالتنا، انه طلع هذه معناها الديزاين، طلع هذا التخطيط او اللاي اوت معناها الديزاين كمل. وديزاين صحيح. فهسه حاليا كملنا، في ان شاء الله في الفيديوهات القادمه راح ناخذ هذا الهاردوير ديزاين اللي عندنا و يعني هذا الديزاين عندنا، وراح نصمم نفتح ال SDK نكتب عليه الكود اللي احنا نريده وشكرا. اخر مرة اشوف ال netlist board. Open SSL design. خلي يشوفون الديزاين بلا زحمة. يعني إذن كمل هسه. نشوف إيش اللي أخذنا من الديزاين. Control.